الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة مجموعة الحلقات اللي هنبدأ نصورها بتبقى من داخل معمل الأجنة، وعلشان احنا كده بننتهز هذه الفرصة يبقى معظم الكلام اللي احنا نتكلمه على الحاجات الخاصة بمعمل الأجنة وازاي الشغل بتاعنا بينتج في الآخر إلى الوصول إلى جنين من الدرجة الأولى. أحد الموضوعات المتعلقة بمعمل الأجنة واللي احنا نتكلم فيها هي أجنة اليوم الثالث وأجنة اليوم الخامس. ناس كتير جدا بتبدأ تتساءل ما هو الفرق بين أجنة اليوم الثالث وأجنة اليوم الخامس. طبعا بمعنى بسيط جدا، المختص بهذه الأجنة بتبقى معمل الأجنة، وعشان نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه أجنة يوم ثالث وأجنة يوم خامس، بمنتهى البساطة بيتم تنشيط السيدة بأحد البروتوكولات المعينة للتنشيط، وبعدين بيتم استخراج هذه البويضات خارج الجسم، وبعدين بنجيب عينة السائل المنوي أو العينة مرخصة أيا كان مصدر السائل المنوي للذوب، وبعدين بنفحص الحيوانات المنوية بطريقة معينة، وبنبدأ نخترق البويضات، وبنبدأ نحقن كل حيوان منوي بداخل بويضة. هذه الخطوات الأولية لتكوين الجنين. بعد كده بنحفظ هذه البويضات المرقحة داخل حضانات بطريقة معينة، وليكن إحنا سحبنا بويضات مثلا في يوم ما، يوم السبت مثلا، بننتظر داخل الحضانات فترة معينة من التوقيتات المعينة اللازمة لإخصاب هذه البويضات وإخصاب هذه الأجنة، ويبدأ الجنين ينقسم على ذاته. في هذه الأوقات الميعاد اللي إحنا بنحدده بعد خروج أو لخروج الجنين من الحضانات هو ده بنطلق عليه جنين اليوم الثالث أو جنين اليوم الخامس. يعني لو احنا خرجنا هذه الأجنة ووضعناها داخل تجويف الرحم بعد 3 أيام بنسميها أجنة اليوم الثالث، لو احنا انتظرنا أكتر من كده 48 ساعة أخرى بنسميها أجنة اليوم الخامس. وكلا النوعين من الأجنة هي لها نسبة نجاح، يعني كتير جدا من الناس بتحمل في أجنة اليوم الثالث أو أجنة اليوم الخامس، ولكن هي مرجعية إن احنا نزرع لهذه السيدة أجنة في اليوم الثالث أو اليوم الخامس بتبقى المرجعية الأساسية للطبيب المعالج، وده مبني على عدة عوامل أو عدة اختبارات معينة عشان نبدأ نحدد الخطة المناسبة لهذه السيدة وإيه أحسن نتيجة هتزرع فيها الأجنة. يعني لو مثلا نسبة النجاح لهذه السيدة من أجنة اليوم الثالث تبقى أعلى، فأهلا وسهلا نزرع لهذه السيدة في أجنة اليوم الثالث، والعكس لو هي نسبة نجاحها أعلى في أجنة يوم الخامس بنبدأ نرجع هذه الأجنة داخل تجويف الرحم في أجنة يوم الخامس. يبقى المطلق في هذا الحوار إن احنا بنقيم أداء هذه الأجنة داخل حضانات عندنا في معمل الأجنة، وده بيبقى برنامج ما بين الطبيب المعالج وما بين أطباء معمل أجنة، لأن هم بيبدأوا يشوفوا انقسامات الأجنة داخل الحضانات عندهم أخبار إيه، الإخصاب بتاع البويضات بعد حقنها بالحيوانات المنوية، لأن إحنا بنبدأ نبص على البويضات الموقعة بعد 36 ساعة أو من 18 إلى 24 ساعة في بعض الأوقات عشان نشوف نتيجة الإخصاب بتاعنا. يبقى بناء على كل اللي إحنا بنقوله هي دي الأفكار اللي إحنا بنقول إمتى الست دي هتزع أجنة يوم ثالث أو أجنة يوم خامس. يبقى احنا عايزين نطمن السادة المشاهدين ان الامر متروك للطبيب المعالج. وظيفة معمل الأجنة ان هو بيبدأ يقيم لي البويضات المستخرجة من السيدة، بيبدأ يقيم لي الحيوانات المنوية، بيبدأ يحقن هذه الحيوانات المنوية داخل البويضات، وبيبدأ يتابع الاخصاب بتاعي، وبعد كده بيبدأ يتابع انقسامات الأجنة. عند نقطة معينة الانقسامات دي بتستمر، وبعدين بيتم تقييم الجنين عن طريق اطباء معمل الأجنة عشان نصل الى جنين من الدرجة الاولى، وبعدين نقيم التوقيت المناسب لإدخال هذه الأجنة داخل تجويف الرحم. وبناء على التاريخ المرضي للزوجين اللي احنا بنبدأ ناخده أثناء تحضير الزوجة للتنشيط، وبنشوف هل هي أجرت عمليات حقن مجهري قبل كده ولا لا، وهل هي زرعت في اليوم الثالث في توقيتات معينة، نبدأ نقيم هل هذه السيدة بالتعاون مع معمل أجنة هنزع لها أجنة في اليوم الثالث أو أجنة يوم الخامس. يبقى إذن لو هذه السيدة زرعت مرة واثنين وثلاثة في أجنة يوم ثالث، يبقى يفضل في الانتظار لهذه الأجنة لزرعها داخل الرحم في اليوم الخامس. ولو هذه السيدة زرعت أكتر من مرة في اليوم الخامس، يبقى بنضطر في هذه المرة نزرع لهذه السيدة في اليوم الثالث. يبقى سواء كان أجنة في اليوم الثالث أو اليوم الخامس، كل جنين له درجة معينة من القسمات، كل جنين له درجة معينة من الجودة، كل جنين له التوقيت الأمثل أنه يدخل داخل تجويف الرحم، عشان تبقى فرصة التصاق هذا الجنين في بطانة الرحم عالية جدا، وبالتالي فرصة حدوث الحمل لهذه السيدة عالية جدا. إذن ملخص الكلام، إذا سواء كانت أجنة يوم ثالث أو خامس، كل جنين له نسبة نجاح، وده بقرار مشترك ما بين الطبيب المعالج ومعمل الأجنة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار،
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي محمود محمد المغاوري إبراهيم محجوب، وزني 140 كيلو، عمري 49 سنة، بعاني من الضغط والسكر متلازمين، مفيش انتظام، في هبوط وفي ارتفاع. تابعت الدكتور كريم صبري فقررت ان انا اروح له في العياده، وما رحت العياده اتاكدت من الكلام ده اكتر وقابلته شخصيا، قرر لي عمليه تكميم معدة، وان شاء الله استنوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هقول لكم الدور المهم لعمليه تكميم المعده كعلاج لمرضى السكر اللي هو السكر الخفيف، يعني السكر اللي هو بقاله فترة قريبة، السكر اللي هو ماشي على أفراس، السكر اللي هو من النوع الثاني. الحقيقة طبعا تكميم المعدة بتبقى شفاء تام، مش لازم نعمل تحويل مسار في الحالة دي، لكن احنا بنلجأ لتحويل المسار في بعض الحالات. يعني الحالة دي ينفع تتعمل برضو تحويل مسار، لكن تحويل المسار احنا مخليها للسكر الغير منتظم تماما، يعني جرعات عالية من الانسولين، ابتدينا ندخل في مضاعفات سكر بقاله فترة كبيرة. لا طبعا هو بيبقى فعال زي التكميم، لكن احيانا برضو بنعمل تكميم المعدة كعلاج فعال لمرضى السمنة ومرضى السكر، السكر اللي هو يعني في بداياته، او السكر اللي هو يعني ماشي على جرعات يعني صغيرة من الاقراص. الحقيقة طبعا ان معظم الناس اللي هم مصابين بالسكر بيكون سكرهم من النوع الثاني، 80% تقريبا من الناس مرضى السكر بيبقى سكرهم من النوع الثاني، جزء كبير جدا منه بيكون بسبب الدهون المتراكمة او السمنة المفرطة. لما بننزل الوزن والوزن يرجع لوضعه الطبيعي، الدهون بتقل، مناعة الانسولين بتقل، وبالتالي البنكرياس يرجع ينشط تاني، ونوقف العلاجات بتاعة السكر. وبالتالي تكميم المعدة بتبقى مفيدة جدا في حاجتين، بتنزل وزننا مظبوط، وبتعالج السكر المصاحب للسمنة المفرطة. هي فكرتها بنصغر حجم المعدة الى جزء صغير، الجزء الصغير ده بناكل فيه، بنشبع منه بسرعة، ما بنجوعش على فترات كبيرة، هرمون الجوع الوضع بتاعته قلت جدا، لان احنا شلنا الجزء المسؤول عن افراز جزء كبير جدا من هرمون الجريلين. وبالتالي العملية فعالة في انقاص الوزن، فعالة في علاج مرضى السكر، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن. يعني بنقعد 12 ساعة في المستشفى من بعد العملية، بنخرج بنقعد يوم في البيت، ننزل شغلنا بعد فترة قصيرة جدا، ممكن نمارس رياضة بسيطة كده في أول شهر، اللي هي يعني حاجة بسيطة زي المشي أو الجري البسيط، وبعد شهر ممكن نرجع لحياتنا الطبيعية التامة في الرياضة العادية خالص وشغلنا الطبيعي، زي ما قلنا بنرجع بعد يوم من إجراء العملية. إن شاء الله نطمنكم على أستاذ محمود ما بعد إجراء العملية، ويقوم بالسلامة إن شاء الله. بالتوفيق، ربنا يوفقك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، انا يعني النهارده هوريكم ان شورت عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي اول خطوه فيها ان احنا بنعزل المعده عن مجموعه الدهون اللي حواليها، هي دي، ده باستخدام جهاز الجشور او الهارمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الاحيان. هي طبعا احنا المعده دي هيتم تصغيرها الى 80% من حجمها. دي قبه المعده زي ما احنا شايفينها، دي قبه المعده، الحجم الكبير ده، دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العمليه. طبعا دي الدباسه اللي احنا بنستخدمها، الدباسه دي عباره عن
يعني آلة بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي أو أقل. الحقيقة طبعا إحنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعدة إلى جزئين، الجزء اللي إحنا هنشيله والجزء اللي إحنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقة اللي بتدبس بيها الدباسة. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عبارة عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينة بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعدة إلى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله بالصورة اللي احنا شايفينها دي، يتم عزل المعدة إلى جزئين. الدبوس طوله 6 سنتي، بعد انتهاء ال 6 سنتي دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده إلى أن يتم عزل المعدة إلى نهايتها، تبقى عبارة عن جزئين. ما بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث إن احنا ما نعملش ضيق في المعدة، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهاية المعدة، ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس أو 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعدة المتبقية. ده شكل المعدة بعد التدبيس، خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيرة. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبة المعدة بحيث ان ما بقاش ده مساحة ان هو يخزن فيها الأكل ما بعد العملية. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده، بنقفل بوابة المعدة الخارجية وبنحقن مادة زرقاء بقوة عالية، بنخلي المعدة عبارة عن زي البالونة. اتفضل بالمنظر ده، احنا عاملينها زي البالونة دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعدة تبان بعد كده. هي دي ببساطة تكميم المعدة، وده شكل المعدة ما بعد تكميم المعدة اهو، عامل زي المزايا صغيرة بالشكل ده بحيث ما يكونش فيه اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامة. شكل المعدة صغير زي ما احنا شايفين، قبة المعدة احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصة ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العملية. اسمي محمود محمد المغاوري، الحمد لله لسه عامل عملية تكميم مع الدكتور كريم صبري. طلع من العمليات بقالي ساعة ونص والحمد لله حاسس بتحسن جدا، وأنصح أي حد يعاني من مرض السمنة أو أي مشاكل في الضغط والسكر، التخدير كان فوق الرائع، ما حسيتش بأي حاجة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمود الحقيقه احنا مطمنكم عليه بعد العمليه، بعد تكميم المعده احنا لسه الحقيقه ما عدناش ساعه ونص ما بعد العمليه. طبعا احنا اعاده الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي المفروض ان هو يعني سريع ما بعد عمليه تكميم المعده. زي ما قلنا تكميم المعده هي عمليه فعاله في انقاص الوزن، فعاله في علاج مرضى السكر اللي هم يعني ماشيين على علاجات اورال يعني عن طريق الفم، لسه ما بياخدوش انسولين بجرعات كبيره. طبعا التكميم عمليه فعاله في انقاص الوزن لان هي بتخلص من جزء كبير من المعده اللي هي طبعا بتخلينا بنجوع بسرعه بسبب افراز الغدد اللي هي بتبقى في قبه المعده لهرمون الجريلين. ما تبقى من المعده بيبقى كافي يعني لاكل كميه صغيره، بنشبع بسرعه ما بنجوعش على الفترات كبيره. الحقيقه طبعا المتابعه ما بعد العمليه، احنا يمكن بيقعد 12 ساعة ما بعد العملية بيخرج بالسلامة وبيقعد يوم في البيت وينزل نشاطه الطبيعي بعد يوم من اجراء العملية. الحقيقة الرسالة اللي عايز اقولها ان العمليات بسيطة جدا، تحضيرها يعني سهل، العملية نفسها سهلة، يمكن احنا في خلال ساعة ونص ما بعد العملية الامور الحمد لله كويسة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. خير، مساء الفل على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة. وعندنا النهاردة ثلاث فقرات. فقرتنا الأولى هتكلم فيها مع الستات الكتير قوي والبنات اللي بيبعتولي رسائل ان هم عندهم أماكن غامقة في جسمهم، أو عندهم هالات سودة، أو الكوع عندهم غامق، أو الركب غامقة، أو عندهم تشققات في الكعبين، أو عندهم الأندر آرم في غمقان، أو البكيني. كل دي رسائل بتجيلي يوميا على صفحتي انه احنا عندنا مشاكل من النوع ده، احنا عاوزين حاجة تفتح لنا لون بشرتنا، انا بتعرض لشمس كتير وغمقيت، انا كنت تخينة وخسيت فغمقيت، بعد الحمل غمقيت. ففي ناس كتير جدا بتطلب ان هي تعرف ايه الحل لموضوع الغمقان ده، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا، وهنعرف ايه المنتج اللي معنا اللي يقدر يساعدنا ان بشرتنا تفتحها ولوننا يرجع زي ما كان، طبيعي زي ما كان. بس خلوني ارحب بضيفتي العزيزة اللي معايا فقرتي الاولى، دكتورة دينا ابو السعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم ومنتجات اول بيوتي. ازيك يا دكتورة دينا؟ ازيك يا يومي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. يعني بصي، اكتر حاجة الستات بتبعتها كتير قوي، يمكن انت برضو بتشوفي الموضوع ده، عايزين يفتحوا، اغمقوا، عندهم مشاكل، عندهم تشققات، عندهم جفاف بشرتهم. بس اكتر حاجة بقى يعني بلاحظها موضوع الهالات السوداء، وموضوع الكلف، وانه الحبوب جت ومشيت وسابت علامات مكانها بني. احنا هنتكلم عن وايت ويلو. وايت ويلو ده كريم بيفتح لون البشرة او بيفتح الاماكن الغامقة في الجسم، صح؟ عرفيني اكتر ايه هو وايت ويلو. وايت ويلو لوشن يا يمنى من اقوى مستحضرات التجميل لعلاج الهالات السوداء، لعلاج اثار حب الشباب، لعلاج اي غمقان موجود، اي تصبغات موجودة في البشرة، لعلاج الكلف. وايت ويلو لوشن من اقوى منتجات التجميل، مش بس لعلاج التصبغات الجلدية اللي موجودة في البشرة، لكل الجسم. يمكن كتير بشوف ده في التليفونات بتاعت الكول سنتر، يا دكتوره دينا انا عندي مشكله كبيره جدا، اندر ارم عندها غمقان تحت الابط، عندها مشكله في ركبها اغمق من رجليها كلها، عندها مشكله في الكوع. كتير قوي بشوفهم سيدات ورجال، الرجال كمان بالاخص عندهم مشكله الكوع الغامق. يعني وايت ويلو للجسم كله بقى، مش للوش بس؟ لا، ده معمول للجسم كله يا يمنى. عندي كمان مشكله التصاق الفخذين، وبالذات في الحر، اولا بيبقى فيه احتكاك لما البنات او السيدات الملانين شويه. دلوقتي احنا في الصيف عايزين نلبس فساتين طويله وننزل بقى نعمل شوبينج، نروح كوافيرنا، بيبقى في مشكله انك انت ما بتقدريش، لو مثلا واحده شويه مليانه ما بتقدرش تفضل ماشيه كتير بفستان طويل، تضطر تلبس بنطلون جينز عشان ما يحصلش الاحتكاك اللي بين الفخذين. اولا بيوجع جدا، بيعمل التهابات شديده جدا بين الفخذين، وكمان بيسمر وبيعمل حبوب. طبعا وايت ويلو لوشن العلاج الامثل لكل المشاكل دي، ومش بس التصبغات الجلديه يمنى، عندك ترطيب البشره وترطيب الجلد. بنات كتير وسيدات عندهم ايديهم ناشفه قوي بحكم بقى بيعفوا في المطبخ كتير، او بيغسلوا اطباق كتير، الايد بتبقى ناشفه جدا. طبعا وايت ويلو لوشن فيه انجريدينتس تقدر تعمل ترطيب عالي قوي للايد والكراكت سكن. ايه الكراكت سكن؟ اللي هو الجلد المتشقق. ساعات كتير بتشوفي جلد متشقق في الكوع وفي الكعب. الكعب بقى كتير جدا لدرجة ان في بنات كتير بتتكسف تلبس صنادل. فعشان كده وايت ويلو لوشن نزل للسيدات والرجال عشان نعالج كل المشاكل دي، اللي اعتقد مفيش حد فينا بيخلو من مشكلة من المشكلات دي. اكيد، اذن هو بيعمل على تفتيح كل الاماكن الغامقة البايظة في الجسم، مش للوش بس. انا حابة اتكلم عن الهالات السوداء قوي، لان الهالات السوداء يعني
شائعه بشكل فظيع بين الشباب كمان، مش كمان بس الكبار في السن. يمكن الكبار في السن عندهم مشاكل تانية غير الهالات السوداء. الهالات السوداء دي شريحه الشباب كتير، والستات بقى اللي بتقعد تذاكر لاولادها بقى وبتسهر طول الليل يعني المذاكره لوحدها الحقيقه، والتفكير الكتير يعني الحاجات دي كلها تجيب مش بس هالات سوداء، تجيب الضغط والاكل اللي مش صحي، كل الحاجات دي بتاثر على تحت العين. طبعا وايت ويل لوشن من اقوى مستحضرات التجميل لعلاج الهالات السوداء. ازاي؟ بمكوناته. ايه المكونات اللي تقدر تفتح البشره؟ عندك الليكوريش اكستراكت اللي هو مستخلص عرق السوس، طبعا يقدر يفتح البشره اللي بيشتغل على الميلانين. وعندك الكوجيك اسيد، الكوجيك اسيد من اقوى الانجريدينتس اللي تقدر تفتح البشره لانه بيشتغل على الميلانين. فطبعا وايت ويل لوشن يقدر يعالج الهالات السوداء بشكل كبير جدا. بس مش هنحط النهارده وايت ويلو الصبح هنلاقي مفيش هالات سوداء، بنحب ندي رينج. اولا وايت ويل لوشن معمول، هو في ناس بتسالك ان هو يعني هحطه بالليل اصحى الصبح ما الاقيش؟ لا معقوله يا جماعه للدرجه دي؟ كتير بيسالوا، بيبقوا عايزين يا يمنى بسرعه، كلنا عايزين نتعالج. كلنا طبعا عاوزين كده، بس هو مفيش حاجه في الكون هتحطيها الصبح هتصحي بالليل مش هتلاقي الهالات السوداء. صح. وكمان الحلو في وايت ويلو لوشن هو معمول لوشن مش كريم. ليه احنا عملنا وايت ويلو لوشن مش كريم؟ عشان يبقى سريع الامتصاص، ويقدر تقدري لو استخدمتيه في جسمك تلبسيه بعديها على طول. طبعا ده يبقى مناسب جدا للبشره الدهنيه اللي بتعاني من اي جريز ريزيديو واي نوع بشره. فطبعا يقدر يعالج الهالات السوداء بشكل كبير جدا، ويقدر يمنع من ظهورها لانه بيحتوي على مضادات اكسده. يعني يقدر يشتغل از انتي ايج كمان. يبقى هل لما نخلص وايت ويلو لوشن مشكله الهالات السوداء هترجع؟ لا. بس طبعا بتبقى مسؤوليه كل فرد. احنا نحاول ما نتعرضش للشمس كتير بعد ما بنخلص الكورس بتاعنا. نشرب ميه كويس، فبتقعد فتره النتيجه بتاعت وايت ويلو مستمره معاكي لفتره طويله جدا. طيب هو المنتج مرخص من وزاره الصحه المصريه. هنشوف الترخيص يا عباس بعد اذنك على الشاشه دلوقتي، لانه مهم جدا. طبعا. لان انت عارفه الدنيا دلوقتي بقت مليانه حاجات ما تعرفيش مصادرها ايه، والناس بتتخدع فيها. فارجوكم ما تشتروش اي حاجه الا لما تشوفوا ترخيصها بعينيكم يعني. طبعا. لانه الترخيص ده بيبقى امان وضمان ليكوا، وان اللي انتوا عارفين هتحطوا فلوسكم في حاجه مضمونه. بالظبط. طبعا طبعا وايت ويلو لوشن مرخص من وزاره الصحه المصريه، امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا، مناسب للسيدات، مناسب للرجال وجميع الاعمار، مناسب لجميع انواع البشره. فعلى طول بقول اكيد ما نستخدمش اي حاجه غير واحنا عارفين تراخيصها، ولو حتى لمجرد التجربه مره. يعني يقول لك ايه، طب احنا نجربه حتى التجربه مره، ممكن يحصل سايد افكت وتقعد مشكله طبعا كبيره جدا، بتقعد وقت طويل في علاجها. كمان عايزه اقول ان وايت ويلو يا يمنى مش بس لمشاكل الهالات السوداء واثارها بالشباب، انت تقدري تفتحي بشكل عام، يفتح الوش بشكل عام. لان اوريدي احنا عندنا اتربه في بشرتنا، عندنا خلايا ميته كتير. طبعا وايت ويلو لوشن يقدر يزيل كل الخلايا الميته والطبقه الجلديه من على البشره، لانه بيحتوي على الساليسيليك اسيد. طبعا هو كله زيوت. يعني عندنا معانا كمان يا دكتوره دينا صور اهي. يعني دي النتيجه اللي ممكن تحصلوا عليها لما تستخدموا وايت ويلو. احنا هنا هي عندها غمقان في خدودها، وهي اوريدي بشرتها افتحت بشكل عام. لانه شال كل الطبقه الجلديه من على البشره. طبعا هنا الكوع كمان مهم قوي يا جماعه، منطقه الكوع دي البنات الامارات ها اللي بتنسى كوعها، يعني تلاقيها قمر، وتلاقي تبص على كوعها تلاقيه كده يعني ناشف واسمر. فما ينفعش خالص يعني. بيعمل بيعمل طبعا بتبقى شكلها مش حلو خالص. تبقى هي كلها دريست حلو، اوفر دريست، ووشها حلو وشعرها حلو وكحها مشقق. بتبقى مش لطيفه خالص في حقها يعني. فمهم قوي اقول ان وايت ويلو لوشن يقدر يعالج الكراكت سكين وكمان الكعبين. لان بشوف كتير بنات بتبقى برضو حلوين قوي يا يمنى، وتبصي عليها من الصنده لورا تلاقي شروط. اولا ده بيوجع يعني. جدا بيوجع، لان الجلد لما بيتفتح كده بيوجع. طب. وكمان السيليكون اويل والويت جيرم اويل، طبعا ما اقدرش اقول إن ما اقدرش انسى ان وايت ويلو لوشن مليان ويت جيرم اويل، زيت جنين، زيت جنين القمح ده هايل. مليان كوجيك اسيد، الكوجيك اسيد ده حمض عضوي، حتى كتير دلوقتي بيستخدموه في الفاكهه عشان هو فيه مضادات اكسده يمنع تاكسد الفاكهه وتغمق. فطبعا هو كله مضادات اكسده. ويمنع الغمقان، وكمان بيعمل حاجه حلوه قوي انه بيزيل الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء اللي هي ايه؟ اللي هي البلاك هيدز.
في الوش اقصد يعني؟ اه بتبقى بلاك هيدز في المناخير. ده في ناس كتير قوي بتبعت لي على موضوع الرؤوس السوداء ده، بيبقى الشكل بيشيلها. انت عارف الرؤوس السوداء لو انت بعيد ما تشوفيهاش، بس تخيل لما انت بتبقى قاعده مع حد فيس تو فيس بتبان جدا، بيبقى شكلها مش حلو. في رؤوس البيضه، الرؤوس السوداء بقى بتبقى خلاص اتاكسدت وبقت سوداء. فطبعا هو بيزيل كل الكلام ده لاحتوائه على حمض الساليسيليك اسيد كمان. طيب كويس جدا. يعني الرؤوس السوداء برده اللي بيسال عنها هو برده حل مناسب جدا. في طريقه معينه للاستخدام ولا عادي؟ سهل جدا. هو احنا هو اوتومايزر برده بامب، بنضغط على كف ايدينا وبنوزعه على الوش. ومثلا لو عندنا هالات سوداء بنركز عند الهالات السوداء عند البقع، بس انا بنصح ان احنا نوزعه على الوش كله عشان بيدي نضاره تحفه. يعني ما نركزش على الاماكن اللي لو في الوش، بيستحسن بتهيألي يبقى الوش كله. الوش كله، لكن مثلا لو في الايد او كده او الرجل على المنطقه الايد نفسها. بين الفخذين كده بين البيكيني لاين كتير برضو، وسيدات بتقولي عندي مشكلة بيكيني لاين غامق. طبعا بيدي نتيجة تحفة كمان في البيكيني لاين. فهو بيستخدم صباحا ومساء. أكيد لو هنستخدمه مرة واحدة بيبقى بالليل، لأنه بالليل سرعة استجابة البشرة أعلى بكتير من الصبح. بنحطه عايزين نلبس بعد كده، بعديها بخمس دقايق بتلاقيه سريع الامتصاص، مفيش مشكلة تلبسي هدومك بعد كده لو أنت بتحطيه على جسم. وحلو موضوع سريع الامتصاص ده، لأن أنت عارفة في ناس بيبقى عندها نسبة التعرق زيادة قوي في الحر وكده، اول ما تخرج من البيت تلاقي نسبه التعرق زائده قوي. صح. فبتبقاش عايزه حاجه كمان تضايقها يعني. صح. فبيمتص سريعا سريعا. وفي فايده كمان حلوه جدا، لان كتير بيقولوا لي هل هو بيعالج الحبوب؟ طبعا وايت ويلو لوشن بيقدر يعالج ويساعد في علاج الحبوب، لانه بيحتوي على الساليسيليك اسيد. فطبعا هو يقدر يعالج التصبغات الجلديه ايا كان، هالات سودا، تصبغات، نمش بيكتر كتير نمش في الشمس. هل هو بيحتوي على السان بلوك؟ هو كمان بيحتوي على السان بلوك. يقدر يعالج الكراكت سكن اللي هو الجلد المتشقق، وكلف الحمل. احنا بنستخدمه الحوامل بتستخدمه من بعد الشهر الثالث، بيعالج كل الكلام ده. ويمكن كمان غمقان البشره مش بس نتيجه الشمس، احيانا بيبقى فيه كوزماتكس لما بتجربيها بتعملك حساسيه يا يمنى. احيانا بتلاقي كريم بتجربيه بيعملك حساسيه، الحساسيه بتبقى حمراء وبعد كده بتقلب غامق. بتقلب غامق في البشره، فبتتضايق جدا بنات وسيدات. فطبعا حتى وايت ويلو لوشن يقدر يعالج المشكله الغمقان الناتجه من كوزماتكس ثانيه، مش بس من اي غمقان يعني. بالظبط. النتيجه تبان بعد قد ايه؟ مش تاني يوم، مش هتبان تاني يوم، بس هتبان بعد قد ايه؟ بنشوف اكيد تحسن من اول اسبوع، بنشوف تحسن حلو قوي. بس كل بني ادم استجابه بشرته غير التانية، فبحب ادي رينج يعني من اول اسبوع او من تاني اسبوع بنشوف تحسن كويس قوي. هل وايت ويلو لوشن هيقعد معانا قد ايه؟ لانك دي بقى جوه يعني تقعد قد ايه؟ بس دي كل فرد حسب استخدامه. في ستات بتستخدمه للوش وجسمها، في ستات بتستخدمه لوشها بس. على حسب. على حسب. هي 125 مللي برضو كبيره مش صغيره. طبعا عبوه كبيره، كورس حلو جدا. طبعا هو بيحتوي زي ما قلت على الزيوت، بيحتوي على الاحماض الامينيه، وبيحتوي على الفيتامين سي واي. مهم قوي اقول ان الفيتامينز دي مهمه جدا للبشره. طبعا وايت ويلو لوشن بيحتوي على فيتامين سي واي اللي بيعمل نضاره عاليه قوي وبيستعيد البشره حيويتها بشكل كبير جدا. لا يتعارض مع الميك اب، لان كتير بيقول لي طب انا هحطه، هل ينفع احط ميك اب؟ مفيش اي مشكله، بعد ما بتحطيه بخمس دقائق بتحطي الميك اب بتاعك، مفيش مشكله. وعايزه اقول لكم كمان انه لما بتسيبوا الميك اب على بشرتكم كتير يا دكتوره دينا، ده من اهم اسباب انه انتوا بشرتكم بتغمق وبشرتكم بتبوظ، واللي بتنام بالماسكرا واللي بتنام بالايلاينر واللي بتنام بالكحل، وتصحى الصبح تلاقي هنا اسود. طبعا الميك اب نازل، تقعد بقى تعمل كده تعمل كده، دي غلط جدا. دي انت بتدمري نفسك تحت العين. فاصلا ما تعملوش يعني، حاولوا يعني حاولوا ما تعملوش الحاجات اللي بتبوظ بشرتكم، عشان يعني برضو الوقايه خير من العلاج. وفي حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، ان شركه اول بيوتي عامله خصم تحفه على وايت ويلو لوشن. طبعا خصم 30% من سعرها الاساسي. اتمنى ان كل الستات وكل الناس تتفرج عليا يستفيدوا بالخصم يا يمنى. يعني انتوا عاملين الخصم ده لفتره محدوده؟ لفتره محدوده، بلس ان هو مش موجود في الماركت. تقدروا تحصلوا على وايت ويلو لوشن فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان كتير بتقولي انا نزلت الماركت بحاول الاقيه، هو فقط حصري لشركه اول بيوتي. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها حاجه خاصه بالسيدات، نايرينا، ده غسول
اعتقد تقول لنا ايه هو عباره عن ايه ومكوناته ايه وبيستخدم ازاي. نارينا ده غسول مهبلي طبعا هو خاص للسيدات والبنات فقط. طبعا غسول نارينا من اقوى منتجات لعلاج اي التهاب موجود في المهبل. اي بكتيريا موجوده عملت التهاب، عملت افرازات كريهه، عملت احمرار اريتيشن، طبعا غسول نارينا هو الحل الامثل لكل المشاكل دي. وكمان بيعمل حاجة كويسة جدا يمكن سيدات كتير بتعاني منها أثار الولادة الطبيعية، إن هو بيقدر يعمل يرجع العضلة لحجمها الطبيعي، عضلة الفتح، عضلة الجهاز التناسلي. فطبعا دي حاجة كويسة جدا. إزاي يقدر نيارينا يقضي على كل أنواع البكتيريا؟ على فكرة ما بيشتغلش على بكتيريا واحدة، يعني يمكن كتير ستات بتعاني من الكانديدا. طبعا غسول نايرينا يقدر يعالج الكانديدا لان هو فيه بكتيريسايدل وايد رينج، يعني واسع المدى. ايه البكتيريسايدل اللي موجود؟ الترايكلوزان يقدر يقتل اي نوع من اي بكتيريا او اي فطريات. وكمان بتشوفي نتيجه اون ذا سبوت، يعني ممكن يبقى سيده عندها التهاب شديد، احمرار شديد ومتضايقه يعني فتقولي طب امتى الاقي النتيجه؟ بتشوفيها اون ذا سبوت، بتحسي انك انت الاريتيشن راح، لان هو كمان بيحتوي على المنتول. المنتول ده بيديكي كولينج سنسيشن. طبعا هو فيه الروز اكستراكت ده بيعمل ريحه كويسه جدا، وفيه الترايكلوزان، وفيه الالوفيرا. الوفيرا اكستراكت ده مستخلص الصبار اللي مسؤول عن شد العضله المترهله لدى النساء خاصه الوالدين طبيعي. طيب نشوف التراخيص بتاعت نايرينا بعد اذنكم على الشاشه معانا دلوقتي، وتقولي لي برضو يا دكتورة دينا طريقة الاستخدام بالنسبة للسيدات أكيد بتختلف عن الأنسات. طبعا طبعا غسول نايرينا بيخفف الغطاء بتاع نايرينا، بنخففه 200 ملي مية فترة. بنات أو غير متزوجات أنسات طبعا أكيد بيبقى تشطيف خارجي وهم محتاجينه جدا حتى بعد وقت البيريود. سيدات متزوجات تشطيف خارجي وداخلي، طبعا لو الحامل بيبقى تشطيف خارجي فقط. طيب وعليه عرض برضو؟ طبعا شركة أول بيوتي عاملة عرض حلو قوي على غسول نايرينا، خصم 30% من سعره الأساسي. طبعا بتمنى أن كل الناس اللي بتتفرج علينا تستفاد من الخصم بتاع نايرينا وكمان بتاع وايت ويلو لوش. كويس الخصومات دي الناس بتبقى محتاجها في وقت من الأوقات. احنا بنحتاجينها على طول يعني. ما قلت عشان انتوا مش هتفضلوا طول الوقت في فترة عروض وخصومات، فكويس ان انتوا بيبقى حلو قوي. طبعا يعني وقت الخصومات كمان يا يمنى مش بيستكفوا بعلبه واحده بصراحه. في يعني وقت الخصومات بتلاقي واحده واخده 7 وايت ويلو، واحده ثانيه واخده 3 نايرينا، بتبقى ليها والاختها والمامتها. فوقت الخصومات فعلا بتلاقي بياخدوا بكميات كبيره لان الخصم كبير قوي، مش عاملين خصم 10%، احنا عاملين خصم 30% من سعر المنتجات الاصلي. ولسه مش عارفين برضه هيخلص امتى. لا ده حسب فجأة كده العروض بتخلص. بالظبط. يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن وايت ويلو عشان الناس اللي عايزه تفتح او عايزه تبيض، بس مش هتبيض دي تبقي يعني، عشان في ناس فاكره ان هي سمرة هتبقى بيضة خالص. لا 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 خالص ده ما بيحصلش. لا هي بتنور يعني بتدي نضاره، بتفتحي درجه او اتنين اللي هي لو حصلت لك مشكله هترجعي زي ما كنتي قبل المشكله. لكن هي مش هتبقى مثلا ربنا خليها سمراء هتبقى بيضة. لا 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 ما فيش الكلام ده، انت بترجعي لونك الاصلي بس بنضاره وبروقان في الوش، وتحسي ان وشك نظيف. مش كتير بتقول لك البنت تقعد تغسل وشها تقولي مش حاسه وشي مش حاسه انه نظيف يا دينا. بيبقى في خلايا ميته، بيبقى في حاجات كتير. فطبعا ماده الساليسيليك اسيد بتقدر تشيل كل الطبقه الجلديه الميته دي، فبتقدر تنور الوش. وعايزه اقول بالنسبه لغسول نايرينا، سيدات كتير يمكن ما بتبقاش عارفه ان هي ما ينفعش تاخد شاور بالشاور جيل العادي. يعني تاخده في جسمها، لكن ما ينفعش بيبقى فيه كيميكالز، بيبقى فيه كيميكالز ما ينفعش ان احنا نحطه اكسسيف على الفاجينا. بيعمل اريتيشن عالي، فدي بيعملها التهابات شديده جدا. وبتغير البي اتش بالانس بتاع الفاجينا. الفاجينا ليها بي اتش لازم تفضل محتفظه بالبي اتش بتاعتها عشان ما تعملش عرضه لنمو البكتيريا والفطريات عندها في الفاجينا. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات ثانيه بعد الفاصل، استنونا. مكان واحد بس في الشرق الأوسط هتلاقي فيه أجمل ابتسامة بترحب بيك من لحظة دخولك، وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد، إنك ترجع شباب. أهلا بيك في المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب.
كان عندي مشكله في تساقط الشعر، كان شعر طويل بدا يتساقط بكثره، بعد كده بيت البس الكاب فبيجي يتساقط اكتر وعملت لي مشكله. فبعد كده شفت اعلانات المركز الطبي فجيت كشفت عند الدكتور هشام فطمني وقال لي بالنسبه لتساقط الشعر في حل اسرع، هو حل زراعه عمليه الشعر، وان شاء الله انا جيت وباذن الله يعني اتغلب على مشكله تساقط الشعر دياتي ان شاء الله العمليه تنجح. مساء الخير، انا الدكتور هشام شعبان استشاري جراحه الانف والوجه بالمركز الطبي. معانا النهارده حاله الاستاذ مصطفى، المشكله بتاعته هو جالنا تقريبا من اسبوعين، كان هو متخيل ان هو هيجي هيبقى ياخد علاجات بس للشعر وكده، بس احنا بعد ما شفت المشكله بتاعته ولقيت ان كثافه الشعر عنده قليله جدا، حتى لو عملنا له العلاجات الطبيعيه سواء ميزوثيرابي او ميزو هير بلازما كل الحاجات ديت ان احنا لان مش هتاثر معاه خالص، لان هو اوريدي عنده تساقط كثيف للشعر ووصل لمرحله الصلع، فكان الحل الامثل للمشكله بتاعته هي زراعه الشعر. احنا بنعمل هنا في المركز الطبي زراعه الشعر باحدث الطرق الموجوده عالميا اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن، دي طريقه امنه ما فيهاش اي مشاكل خالص، بتدي نتائج كويسه جدا. طبعا ده باختلاف يعني عن الحالات الزراعه القديمه خالص اللي كان بيستخدم فيها ان انا باخد شريط من فروه الراس من ورا وبزرعه في منطقه اماميه، او ان انا باخد الشريط اللي فيه شعر من ورا ده وبقطعه وبزرعه في المنطقه الاماميه. لا، الطريقه الجديده اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن دي افضل الطرق حاليا في زراعه الشعر، ودي اللي بتدي فعلا نتائج هائله جدا. فده كان الاختيار الامثل له موضوع زراعه الشعر عندنا هنا في المركز الطبي. الموضوع عمليه زراعه الشعر عمليه امان ما فيهاش اي مشاكل خالص، العيان مجرد ان هو ياخد القرار ان هو يعمل عمليه الزراعه بنبتدي نعمل له شويه تحاليل كده نتاكد ان هو ما عندوش فيروس سي ولا اي نوع من الفيروسات، بنعمل له اختبار لفروه الراس نفسها، بعد كده بيبتدي ياخد نعمل عمليه زراعه الشعر، وبعد ما بنعمل عمليه زراعه الشعر بيبقى في متابعه مع المركز عندنا هنا، بنعمل له جلسات بلازما وميزو هير لمده ست جلسات بين كل جلسه وجلسه اسبوع عشان نحسن من سرعه نمو الشعر ونعمل تغذيه لفروه الراس عشان تدي نتائج احسن. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه في مرحله اختطاف، ان احنا بناخد كل شعره بالبوصيله بتاعتها وبنجمعهم بنختار الاصلح البصيلات الاصلح ونبتدي نزرعهم مره ثانيه. بس احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بناخد فيها البصيلات نفسها الشعره بالبوصيله بتاعتها. طبعا بنختار افضل اقوى شعيرات اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه الخلفيه من الراس دي عشان نضمن سلامه الشعره بالبصيله بتاعتها، بنجمعها وبعد كده نبتدي ناخد افضل الشعيرات اللي فيها اللي هي تنفع تتزرع ونبتدي نزرعها في المرحله اللي بعد كده، وان شاء الله نشوفكم في المرحله الاخيره بقى في زراعه الشعره نفسها بقى. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه من عمليه زراعه الشعر الاستاذ مصطفى، ديت المرحله اللي احنا بنعمل امبلانتيشن بقى للشعره نفسها بالبصيله بتاعتها في المكان بتاعها اللي احنا حددناه مسبقا. احنا بنبتدي بنزرع الخطوط في خطوط من الخطوط الاولانيه للخلف، بنبتدي نعمل امبلانتيشن لكل شعره بالبصيله بتاعتها في مكانها، وبنحاول على قد ما نقدر نقرب البصيلات من بعض عشان يبان ان هو الشعر طبيعي ما فيش فيه اي مشكله عشان ما حدش يلاحظ اصلا ان انت زارع شعر. يعني الاستاذ مصطفى ان شاء الله بعد ما يطلع من العمليه والشعر يبتدي ينمو ما حدش هيعرف ان هو زارع شعر، لاننا زارعينه بتقنيه حديثه وتقنيه احدث تقنيات اللي موجوده دلوقتي في زراعه الشعر. وبعد كده بيبتدي مرحله المتابعه اللي هيجي لنا فيها بقى في المركز
نبتدي نديله حقن بلازما وحقن ميزوهير للشعر عشان نحسن ونسرع من عملية نمو الشعر، وإن شاء الله يبقى راضي جدا بالنتيجة وساعدنا بيكم في المركز عندنا، وإن شاء الله نشوفكم في عمليات تانية إن شاء الله. يلا بينا نرجع شباب. اكيد الفيديو اللي احنا شفناه ده ناس كتير قوي يعني هتبقى مبسوطه منه ومبسوطه من النتائج اللي شفناها، وعاوزه تعرف بقى معلومات اكتر عن موضوع زرع الشعر، وعاوزه تعرف بشكل عام يعني معلومات عن تساقط الشعر، ليه الشعر بيتساقط، وازاي انا اعرف ان كان شعري بيقع بشكل طبيعي ولا اكتر من المعدل الطبيعي، ايه الحلول كمان، هل في علاجات، ايه الفرق بين انه انا اعمل ميزو ثيرابي مثلا او بلازما او ان انا اروح ازرع شعر على طول. في ناس كتير كمان قوي بتفكر انه زراعه الشعر دي هي الباروكه اللي بتتلزق دي او اللي هي بتبقى في فرق يعني دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، يعني عايزه اقول لكم انه في فرق بين الشعر الصناعي والشعر الطبيعي، ده اللي هنعرفه النهارده وهنتكلم عنه مع ضيفنا العزيز دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله تمام. ايه التقارير الجامدة دي؟ يعني هايل، وموضوع زراعة الشعر كنا فعلا محتاجين نعرف معلومات عنه، بس خليني يعني قبل ما احنا اكيد هنعلق على التقرير، بس خلينا ناخدها من الاول شوية يا دكتور هشام ونعرف يعني ازاي انا اعرف اذا كان شعري بيقع بشكل طبيعي ولا انا عندي مشكلة مرضية لازم اتجه للدكتور. بصي يا منى، الشعر الطبيعي ان هو بيقع ده حاجه طبيعيه جدا عند كل الناس، في معدل طبيعي لتساقط الشعر، لان الشعر زي اي حاجه في جسم الانسان لها عمر افتراضي، لها دوره بتمشي فيها، بتبتدي بمرحله النمو وبعدين تبتدي مرحله الريستنج فيز وبعد كده تبتدي تقع ويطلع مكانها شعره جديده. فالطبيعي ان الانسان بيفقد جزء من شعره كل يوم، ده حاجه طبيعيه جدا. اللي مش طبيعي بقى ان المعدل بتاع فقد الشعر ده هو اللي يزيد بقى. وبعدين نبتدي نشوف ان الموضوع مش طبيعي. طيب هو بيبتدي يتلاحظ ازاي؟ في بعض الناس بتبتدي تلاحظ ان في شعر كتير واقع على المخده مثلا بعد ما يصحى من النوم. في ناس بتبتدي تلاحظ ان هو بعد ما ياخد شاور وكده الشامبو وكده يبتدي يظهر كميه كبيره من الشعر. مش صح ان احنا نسرح شعرنا هو مبلول قوي. هو بالظبط، هو المفروض ان احنا ما نسرحوش هو مبلول، لان هو بيبقى ضعيف دلوقتي في الفتره دي بيبقى ضعيف جدا فيها. ان انا بعرف ازاي بقى اذا كان المعدل ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ بالنسبه للبنات بعد ما الشعر بينشف خالص بقوم جاي ماسك الشعر كوحده كده واقوم جاي اسحب بالراحه كده اشوف هل هيطلع في شعر في ايدي ولا لا، لو طلع اكتر من 4 شعرات في ايدي ده بيعتبر معدل مش طبيعي لتساقط الشعر، يبقى ده الشعر فيه اعمل كده. بالظبط، يبقى الشعر ده لو طلع اكتر من 4 شعرات وهو ناشف يبقى هو كده مش طبيعي، يبقى هو مش طبيعي لان ده بيبقى فيه ضعف في الشعر في الموضوع ده. طيب لو زي دي كده مثلا اكتر اول حاجه بتظهر عندنا اللي هو في الفرشه. طب انا عايز اسالك سؤال خارجي شويه، هو صح ان احنا نسرح شعرنا بالفرشه ولا بالمشط الاحسن؟ لا بالفرشه بيبقى لان المسافات او مش خشب المسافات بتبقى الفراغات بتبقى اوسع شويه. أوكي. فده بيريح الشعر وما بيعملش اجهاد عليها ولا تنشن لما بشدش الشعر. ده الشكل الشعر الغير طبيعي لما يقع. لما تلاحظ بقى ان الشعر بدا يزيد في التساقط وينزل ككتله كده، تلاقي في كتله شعر مجمعاها كده. على فكره في بعض البنات بيبقى الموضوع ده عندهم مرض، يعني هم بيتخيلوا ان تساقط الشعر عندهم شديد مع ان ده طبيعي جدا. ما احنا كلنا لما بنسرح شعرنا بينزل كتل شويه كده. في ناس بتبقى الموضوع وصل معاهم لمرحله الوسواس. الوسواس القهري ان هم شعرهم بيقع، هم ما بيقعش ولا حاجه. بس هم في دماغهم انه بيقع. بس هو لو وراثه الموضوع هي تقلق بصراحه. طبعا هي طبعا الوراثه اللي عامل كبير قوي في الموضوع الشعر تساقط الشعر. وخاصه عند الولاد يعني بيبقى ظاهر فيهم اكتر وبصوره دراماتيك اعنف يعني عند الولاد. طبعا بيبقى اكتر، هو موجود عند الاثنين عند الولاد والبنات، بس هو بيظهر اسرع وبيبقى مور اجريسيف عند الولاد. حاجه من ضمن الحاجات، ايه المشكله يعني لما يبقوا شعرهم بيقع اكتر مننا؟ يعني مفيش حاجه من ضمن الحاجات يا دكتور هشام، ما احنا كل حاجه بتتبهدل في الاول قبل الرجاله، فهو شعرهم بيقع قبلنا مش مشكله يعني. طب الحلول بقى، العلاجات، في ناس كتير قوي يعني ايه تقول لك طب روح اعمل علاجات واخد ادويه واحط حاجات على شعري ومش عارفه ايه والميزو
ثيرابي والحاجات دي ولا ازرع على طول ولا اعمل ايه؟ بصي هو الموضوع كمان ما بيبقاش مجرد ان علاجات، لا انا بيجي لي ناس كتير قوي في العياده بيحطوا زيوت حاجات من عند العطار ده انا ويقعدوا... بسمع يا ريت زيوت ده في جاز وفي ثوم وفي بصل ليمون وخل وحاجات غريبة بتسمعها فعلا، وكل يوم بسمع حاجة جديدة في الموضوع ده انا عمري ما سمعت عنها قبل كده. بيبقى هو مثلا خدت القصة دي او الوصفة دي مثلا من عطار او من واحدة صاحبتها او من حاجة ويبتدوا ينفذوها. المشكلة بقى ان الموضوع بيزداد. بس بقول لك ساعات في حاجات بتظبط، يعني في حاجات ساعات بتظبط، ممكن تظبط كحاجه اسمها بلاسيبو ايفكت بس صدف إفكت. والله العظيم دي، وفي حاجات بتدمر يعني. لا في حاجات، هو في حاجه اسمها البلاسيبو ايفكت اللي هو الوهم ان هي خدت الوهم. حاجه فهي حست ان هي اتحسنت، لكن هو ما اتحسنتش ولا حاجه على فكره. هي ممكن تكون صدفه زي ما انت بتقولي، لان هو اصلا زي ما بقول في رزم طبيعي للشعره ان هي بتمشي فيه. ساعات الرزم ده بيحصل له يعني بيتقطع في النص، بيبقى حاجه تاثر على الرزم بتاع الشعره ده فيبتدي يحصل تساقط للشعر. مجرد ان الرزم ده يرجع طبيعي تاني الشعره بها بترجع طبيعيه وفي حالتها الصحيه الطبيعيه ومن غير اي مشاكل خالص. فهو دايما اللي بيجي لنا بيبقى جرب حاجات بس كتير. بس هقول لك حاجه، الزيوت والحاجات دي ممكن تكون بتطري، هي بتطري الشفت بتاع الشعره الخارجيه فقط، بس مش بتمنع تساقط ولا بتعالج تقصف ولا يعني الحاجه اللي في الفروه ما بتعالجهاش. لا لا هي تطري بس من ايه، من الشعره من بره. لكن لو عندك مشكله ان شعرك بيقع او ما بيطولش او الحاجات دي علاج بقى، دي عايز علاج على طول. هو طبعا اول ما المريض او المريضه بيجوا لنا بنبتدي نشوف الحاله بتاعتهم وندرسها، بنشوف بناخد منهم هيستوري، بناخد منهم تاريخ كامل للتساقط الشعر، بدا امتى، بدا يظهر معاكي انت لاحظتيه، لحد قال لك في البيت، مامتك باباكي اخواتك العيله فيها حد عنده المشكله، وبعد نبتدي نفحص فروه الراس نفسها. ده نوع من الصلع طبعا الوراثي. ده سيده دي سيده. الصلع الوراثي بيجي للستات كمان؟ طبعا. ده برضو للرجال، برضو نوع من الصلع الوراثي بيظهر في الرجال، هو لسه ما صلعش 100% يعني. لا هو ده بقى في مرحله ان احنا ممكن نديله علاج، يعني ده في مرحله العلاج يا جماعه، مش دي مش زراعه، دي مش مرحله زراعه دلوقتي. ده ممكن نديله علاج وممكن يجيب معانا نتيجه كويسه قوي. في بعض الناس بيبقى متخيل لا ده بقى لازم زراعه، عايز يزرع ده. في بعض الناس بتتخيل ان هو بيبقى مثلا راسه يعني في صلع كامل في الراس، وهو هيجي هياخد علاجات والحاجات ديت. طبعا هو في دماغه ان هو هياخد علاجات بس ويمشي، ده اصلع خالص وفي دماغه انه ياخد علاج ويمشي. طبعا لا طبعا ما ينفعش. هو احنا بنقيس الحاله على حسب اللي احنا شايفينه، زي بالظبط زي يمنا الارض دي اللي فيها بذور، انت ممكن تسقيها وممكن تديها غذاء هيطلع البذور دي. طب الارض دي ما فيهاش بذور اصلا، هتسقيها وهتديها غذاء هيطلع ايه؟ مش هيطلع حاجه. في ناس بقى متخيله وهو مصممه ان هي مثلا تاخد علاجات وتجرب الحقن والحاجات دي، طبعا احنا بنرفض تماما، لان انا كده بضيع وقتهم وبضيع فلوسهم. صح. وده طبعا دوري انا في الموضوع، ان انا لازم انصحه النصيحه الحقيقيه اللي هتجيب معاه نتيجه، فيبقى الزراعه ده الحل الامثل ليهم. طيب لو واحد جاي راسه فاضيه خالص ما فيهاش اصلا شعر، برضه حتى الزراعه ما تنفعش. لان انا عندي يعني خلينا نقولها لهم، لو انت عندك شعر شويه شعر لسه في زي الصور اللي شفناها دي ينفع تتعالج. بالظبط. اصلع ما عندكش شعر وعندك اللي هو الشويه دول اللي ورا دول ينفع تزرع. ما عندكش حاجه خالص ولا هتنفع تزرع ولا هتنفع تتعالج. بالظبط، لان هو اصلا احنا بناخد من بصي هو زراعه الشعر هي اعاده لتوزيع الشعر مره ثانيه. يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي، انا باخد منك وبحط لك ثاني، بس بعيد توزيع الشعر في الاماكن الظاهره، يعني باخد جزء من الشعر الخلفي بعيد توزيعه في المنطقه الاماميه، بدي شكل كويس، بحسن شكلك. شعر طبيعي. شعر طبيعي 100%. من الشخص نفسه. بالظبط، بيطول ويتقص عادي وما فيش فيه اي مشكله خالص. وما بيقعش. لكن ان انا يعني اخلي كثافه الشعر 100% ده طبعا ده يعتبر مستحيل، يعني ما يقدرش. ما نقدرش. حتى لو كان شعره اللي تحت هنا تقيل جدا. حتى لو شعره تقيل بديله نتيجه هايله، يعني لو شعره من ورا تقيل او من الجانبين تقيل بديله نتيجه حلوه قوي. بترضيه وما بيبقاش ما بيعرفش اصلا، ما حدش بيعرف ان هو زرع شعر. لكن ان احنا نوصل للمرحله اللي هو الكثافه ال 100% طبعا دي مستحيله يعني. يعني دي بتبقى طبيعه كمان. الناس اللي شعرها تقيل دي بتبقى طبيعتهم، بس هو في الاخر بيبقى عنده شعر، يعني شعر طبيعي، شعر طبيعي بيطول بيتقص، ما حدش بيعرف ان انت زارع، بتبقى ما بيبانش خالص. لا ما بيبانش. مشكله، بس اهم حاجه يبقى عنده المنطقه اللي ورا دي فيها فيها شعر، عشان الدكتور يقدر ياخد شعر منها ويحطه في المنطقه اللي ما فيهاش شعر. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ يعني احنا شفنا الفيديو دلوقتي عادي صاحي وبيتعامل عادي، يعني هي بتبقى سيشن واحده بس، يدخل يخرج
خلاص عمليه زرع الشعر تمت؟ بصي احنا دلوقتي شغالين بتقنيه الاف يو اي اللي هي الفلوكر اورينت اكستراكشن، ودي احدث تقنيه شغاله في العالم دلوقتي لزراعه الشعر. الحاله اللي احنا شفناها ديت دي ما ينفعش ان احنا نقول له ان احنا هنجيب زراعه شعر كلها من جلسه واحده. احنا دي ممكن نعمل جلسه ثانيه بعد مرور 6 شهور لسنه. لما المساحه بتبقى كبيره قوي اللي محتاجين نزرعها، احنا بنخير العيان من حاجتين، يا اما نزرع المساحه كلها بس هيبقى كثافه الشعر قليله، يا اما نزرع المنطقه الاماميه وناخد الموضوع على جلستين ويديك كثافه كويسه جدا ومقبوله، بس هنزوده في المرحله الثانيه. شايفين الفيديو معنا اهو دلوقتي، انت بترسم الخريطه، بنحدد الخريطه المكان اللي انا هبتدي ازرع فيه. يعني انا باخد خط الشعر الامامي وببتدي ازرع، يعني انت شفتي دي الحته الاولانيه. ما جبنا الحته دي تاني والنبي، هاتوا لنا الفيديو تاني، هاتوا لنا تاني يا عباس كده نشرح عليه واحنا بنتكلم عشان ما عرفناش نشرح عليه. فانت دلوقتي بترسم اهو اهو الدكتور يا جماعه بيرسم. دي حاله زرع الشعر. ده انا بزرع الخط الشعر برسم الخط اللي انا همشي عليه وبرسم المنطقه كلها اللي انا هزرعها في الاول. لان زي ما احنا قلنا ان الحاله دي هتيجي على مرتين، مش هتيجي على مره واحده. الحاله اللي شفناها دي مرتين. بالظبط، هتيجي على مرتين. لكن في حالات تانية بيبقى الكميه اللي محتاج زراعتها مش كبيره قوي، المساحه مش كبيره قوي، فبتيجي من مره واحده وبتدي نتائج كويسه قوي. طيب هو ده كان عنده شعر شويه ورا يعني. هو كانت المساحه المطلوب زراعتها مساحه كبيره. مساحه كبيره فعلا. فاحنا قسمناها على جلستين، عملنا اول جلسه والجلسه الثانيه ان شاء الله بنعملها بعد 6 شهور. والنتيجه بتبان، يعني في اول 6 شهور ده هيبان النتيجه الاولانيه بتاعه الزراعه. ان هي بتدي له تحسن كامل. في الجناب شعر، هي هو اللي في الجناب دي شعر؟ شعر. بناخد من الجناب. يعني هو اوريدي عنده الحته اللي قدام بس دي هي اللي فيها مشكله. بالظبط. أوكي. احنا بناخد من خط الشعر الخلفي والجانبي، لان دي اقوى اماكن فيها شعر، فاحنا بناخد منها البصيله بحاجه صغيره جدا من الشعر نفسها. احنا العين لما بيجي لنا احنا بنحلق له شعره تقريبا درجه واحد، حتى الشعر اللي احنا هناخد منه عشان نقدر نعمل اقتطاف او اختطاف للبصيلات اللي احنا هنبتدي نزرعها. احنا بناخد البصيلات بنجمعها بنحطها في سائل مغذي، بنعمل بعد كده سيلكشن، بنختار افضل البصيلات واقواها عشان لما نزرعها ما يحصلش فيها اي مشكله تاني، وبتدي نعمل لها امبلانتيشن في المكان الامامي اللي احنا هنبتدي نزرع فيه. بنبتدي بخط الشعر الامامي، بنزود فيه الكثافه اكتر، وبتدي نرجع لورا في الزراعه. طبعا عمليه زراعه الشعر عمليه بتبقى طويله شويه في المده، لكن ما فيهاش اي مشاكل خالص. العيان بيعمل بنج موضعي، ما فيش بنج كلي، يعني ما فيش اي نسبه خطوره من موضوع البنج وان طول العمليه والحاجات دي خالص. العيان ممكن يقوم في النص يعني يشرب ياكل حاجه، ما فيش اي مشكله، لان العمليه طويله شويه. ما فيش فيها اي نسبه خطوره، بتتعمل في المركز عندنا. تنفع للستات كمان؟ طبعا بتنفع للستات. بتنفع الستات والرجاله. وبعد ما بنخلص العمليه المريض مش بيمشي وخلاص وانقطعت علاقتنا بيه، لا، هو بيجي لنا كل فتره بنعمل متابعه، لاننا بنعمل له حقن تغذيه للشعر اللي احنا زرعناه ده. بندي تقريبا حقنه من كل اسبوع لاسبوعين على حسب الحاله اللي احنا شايفينها، وبيفضل معانا لغايه ما يبقى راضي تماما بالنتيجه النهائيه للزراعه. طيب احنا قلنا انه في، يعني انتوا الشعر بيبقى طبيعي، عشان في ناس فاكره انه ده شعر تركيب او شعر باروكه او شعر صناعي او كده. لا لا خالص، الزراعه شعر طبيعي 100%، ما لهاش علاقه خالص بال، لا، في فرق كبير بين الزراعه الطبيعيه، الشعر الطبيعي والباروكه. الشعر الطبيعي ده شعر انا واخده من المريض بزرعه له مره ثانيه، زي ما بقول لك هو اعاده توزيع للشعر في منطقه الراس كلها. اما اللزق ده حاجه صناعيه، بيبقى شعر صناعي له مشاكل كتيره جدا. اولا شكله مش بيبقى طبيعي، بيسيب في ريحه دايما بتطلع منه، لانه هو بيبقى كاتم الراس نفسها مع العرق والحاجات ديت، وفي الاخر الطبيعي فعلا هو اللي بيبقى شكله افضل. طيب لو اتكلمنا شويه عن العلاجات قبل ما الفقره تخلص، يعني الناس اللي مش عايزه تزرع او ما عندهاش يعني الضروره انها تزرع، بتتعالج ازاي؟ تعملها ايه عشان توقف تساقط الشعر ده؟ الشعر على حسب الحاله. احنا عندنا كذا نوع من تساقط الشعر، بيبقى على حسب الحاله نفسها. لو كان مجرد ضعف تغذيه، او في واحد عامله ريجيم قاسي، او واحد عندها مشاكل في الغده الدرقيه، ناس عندها اختلالات هرمونيه بدا يظهر تساقط الشعر، الاول بنبعت الحاله تتعالج عند الطبيب المختص، سواء كان بقى هرمونات حاجات ديت، وبعد كده احنا بنبتدي احنا العلاج بتاعنا اللي احنا بنغذي فروه الراس. احنا عندنا حاجات كتير قوي لتغذيه فروه الراس، منها البلازما وخلاصه البلاسينتا، الميزوهير، الحاجات دي كلها.
في دايما في ناس كتير يجوا لنا ويقولوا لنا مثلا ان احنا عملنا بلازما كتير وما جابش نتيجه مثلا. في فرق كبير بين طريقه تحضير البلازما من مكان لمكان يا جماعه. البلازما ديت بتختلف من مكان لمكان على حسب الانبوب اللي احنا بنفصل فيه ماده البلازما نفسها. وهو ده المفتاح بتاع البلازما اللي احنا بنحقنها. في انابيب معينه بتزود عدد الصفائح الدمويه لدرجه عاليه جدا اللي هي بيبقى فيها الجروس فاكتورز، عشان كده لما بنيجي نحقنها بتدي فعلا نتائج حلوه قوي. في ناس بتعمل في اماكن بيستخدموا انابيب رديئه جدا فما بيبقاش في نتيجه، فهو يتخيل ان البلازما ما جابتش نتيجه. لا، البلازما الفكره كلها في الانبوب اللي احنا استخدمناه مش في البلازما نفسها. بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معايا النهارده. ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. تجاعيد، هالات سوداء، نمش، بهتان في البشرة، عدم توحد في اللون، مشاكل كتير كتير قوي ممكن نتعرض ليها سواء سيدات أو رجال. المشاكل بس ما بتجيش للستات على فكرة، لا، في رجال كمان بتحصل لهم نفس المشاكل دي. ويعني طول ما احنا عايشين يعني أكيد هنكبر وأكيد هتحصل لنا مشاكل، ما فيش حد كده يعني وشه عمره ما تعرض لمشكلة وثبت له أثر أو يعني ما عندوش مشاكل أو عيوب، إلا يعني بعض الناس القليلة جدا، ودي بتبقى محظوظة، بس على الأقل السن هيبان عليهم والعمر هيبان عليهم. احنا ما بنقولش ان احنا مش عاوزين يعني نتعرض لمشاكل، هنتعرض لمشاكل بس نعالج المشاكل دي، ما نسيبش المشاكل دي. هل في حاجه دلوقتي موجوده تقدر ان هي تعالج لنا جميع مشاكل البشره بالتساوي وتدي النتيجه اللي احنا عايزينها؟ ايوه موجود. ماسي دورو جولد من الحاجات اللي اثبتت نجاح بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ومعظم الناس يعني او كل الناس اللي استخدمته او جربته هي بتشكر فيه جدا ومبسوطه من النتائج بتاعته على اختلاف الشرايح وعلى اختلاف الطبقه الاجتماعيه يعني. فاحنا نعرف ازاي ماسي بيقدر يعالج مشاكل البشره، ازاي بيقدر يدينا لوك اصغر 10 سنين من عمرنا الحقيقي، وده طبعا حاجه لطيفه جدا.
هنعرف معلومات اكتر عنه مع ضيوفي الاعزاء اللي معايا فقرتي الاخيره. دكتوره حنان الحسيني المدير التطويري للشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره حنان. اهلا بك يا حنان. دكتوره دينا نجيب احد اعضاء الفريق الطبي في شركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره. اهلا يومنا. يعني حاجه لطيفه جدا انه بتلاقي حاجه منتج مثلا او حاجه بيتفق عليها الناس كلها. يعني كل ما تسالي حد يقول لك لا حلو هايل جاب نتيجه حلوه اللي جربه يعني من الناس اللي جربته واللي ما جربوش نفسه ان هو يجربه طبعا. فماسي محقق النجاح الكبير ده يا دكتوره حنان وشهدت الناس فيه كلها طبعا يعني انه حلو جدا. طبعا دي حقيقه فعلا يا يمنى. ماسي عمل طفره كبيره جدا في مستحضرات التجميل. ماسي احنا كنا قلنا قبل كده واتكلمنا في حلقات قبل كده ازاي نعجز بذكاء، والشعار ده فعلا زي ما تقولي شعار ماسي ان انا بعجز بذكاء مجرد رقم، يعني مش بيبان عليا تجاعيد، ما بيبانش عليا خطوط رفيعه، بكبر في السن بس شكلي لا لسه صغيره. ماسي فعلا قدر يحقق المعادله الصعبه، قدر فعلا ان انا لما بدهنه على وشي بقاوم تماما كريم التجاعيد الاول، بقاوم تماما ظهور اي تجاعيد او خطوط رفيعه سواء كان خطوط تعبيريه اللي هي تعبيرات الوجه، التجاعيد اللي كلنا عارفينها بتظهر حوالين الفم او في منطقه الجبهه. فماسي فعلا عمل طفره كبيره جدا جدا في مجال التجميل سواء كان في علاج التجاعيد وعلاج جميع عيوب البشره. طبعا زي ما انت قلتي في الاول عيوب البشره دي عندنا كلنا، ما حدش بيبقى خالي من الهالات السوداء، من البقع الداكنه، التصبغات الجلديه، الكلف، النمش، اثار حب الشباب، كل دي مشاكل كتيره جدا. واللي ما عندوش ده بتلاقي في بهتان شحوب الوجه مظبوط. ففعلا ماسي دورغولد بيقدر يعالج كل ده، فبيغير تماما من شكل البشره. ولو شكل بشرتي انا بقى شكلها صحي وفيها نضاره وحيويه، اضمني تماما 100% ثقتي في نفسي هتزيد، تعاملي مع الناس هيبقى تعامل ان انا واثقه في نفسي، فهقدر ادي لبيتي لاولادي لاي حد، يعني هقدر ان انا اتعامل معاه كويس. صحيح. فده فعلا بيفرق جدا يا يوم. وبعدين يا دكتوره دينا فكره 10 سنين هتبني اصغر دي عامله هوس لستات كتير قوي، لان كلنا عايزين نبان اصغر يعني. صح. مش حد عايز يبان كبير طبعا. واحنا صغيرين بنبقى عايزين بقى نبان نكبر احنا بقى اما بنكبر شويه لا في عرض يوم والنبي يا ريت نرجع صغيرين تاني. دي حقيقه. هو ماسي دوره جولد طبعا، حتى برضو من ضمن شعاراته ان هو ان احنا نبدو اصغر 10 سنين. طب ليه؟ لان هو بيشتغل فعلا على كل مشاكل البشره يا يمنى. انا بشتغل على كل حاجه ممكن تخص البشره، تجاعيد، هالات سوداء، نمش، كلف، اثار حب شباب، عندي لو مثلا البهتان انا عايز احس ان انا وشي منور على طول، عايز احس ان انا وشي سموزي ناعم. فكل ده ماسي دورو جولد قدر ان هو يشتغل عليه. وطبعا اهم حاجه واكتر حاجه طبعا اليونيك في ماسي دورو جولد هي الجولد بارتكلز، ودي اللي بعتمد عليها من الدرجه الاولى. جزيئات الذهب اولا ازاي قدرت ان هي تخلي الوش فعلا يبان ان هو جلوينج، ان هو حلو، ان هو منور، ازاي ساعدت ان هي ان هو يحفز انتاج الكولاجين، بالتالي بقدر ان انا اعالج التجاعيد والخطوط التعبيريه واخر تماما ظهور علامات التقدم في السن. ازاي قدر الجولد بارتكلز ان هو يشتغل كوايتنينج ايجنت، يعني ايه؟ يعني عامل تفتيح. ان انا لو عندي بقى بقع وتصبغات، البقع والتصبغات دي بيندرج تحتها كذا حاجه، النمش، الكلف، اثار حب الشباب، او اللي هي التصبغات من اشعه الشمس. يعني هو الدهب بيعالج التجاعيد طبعا من الدرجه الاولى. الدرجه الاولى التصبغات والتجاعيد من الدرجه الاولى. الهالات السوداء اللي احنا كلنا بنشتكي منها سواء سن صغير او سن كبير، رجل او سيده، بنات وولاد، يعني كلنا بنعاني دلوقتي من هالات السوداء نتيجه مثلا قله النوم، قله شرب الميه، ان احنا على فكره مجرد دعك في عينينا او تحت عينينا ده للاسف يزود من الهالات السوداء. فبالتالي احنا بنقول استخدام ماسي دورو جولد بحركه طبطبه بسيطه تحت العين في خلال من اول شهر انا بحس بتحسن تام في الهالات السوداء. هل هو ليه طريقه معينه في الاستخدام يا دكتوره دينا؟ يعني ليه طريقه معينه انا لما استخدمه بيها يجيب نتيجه افضل من طريقه ثانيه مثلا؟ هو ماسي دورو جولد انا عايز استفيد بماسي دورو جولد، اهم حاجه ان انا وشي يبقى نظيف تماما. اوكي. يعني انا حاطه ميك اب لا هغسل وشي وابتدي ان انا استعمله، هو يتحط كبيز للميك اب، يعني هو مش بيز بس ممكن احطه قبل الميك اب كوقايه حاجه تحمي البشره بالظبط. فاهم حاجه ان انا اغسل وشي بالغسول المناسب للبشره بتاعتي سواء دهنيه حساسه او عاديه، وبالتالي ابتدي احطه بقى بحركه معينه. انا بحط اربع ضغطات على الايد ببتدي ان انا اوزعهم على بشرتي، الخدود من جوه لبره تحت العين بحركه طبطبه بسيطه، والدقن او الجبهه او كمان معاهم الرقبه لو في ترهل بسيط، ابتدي بحركه عكس الجاذبيه الارضيه من تحت لفوق.
بستفيد منه تماما بالليل ويتنام بيه عادي ولا يتغسل ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا ماسك هو ولا غسول لا هو كريم هو كريم على فكره هو بيتشرب تماما يا يمنى يعني هو حلو قوي في ماسي دورو جولد ان هو ما بيسيبليش اي اثار دهنيه او اي اثار زيتيه هو هو بيتشرب في منتهى السرعه ما بيسيبش اي ان انا احس ان انا مش مرتاحه وانا بحطه احنا بنقول للناس تحطه قبل النوم بنص ساعه ده كافي جدا هو اصلا بيتشرب من اول دقيقه فمش محتاج ان انا هشيله او اغسل وشي هي الناس بتقول لنا اغسل وشي ليه لان الجولد بارتكلز بتفضل بتبقى باينه بتفضل باينه على الوش فلو ناس رايحه الصبح وكده بيفضلوا اغسلي وشك انت استفدتي مش معنى ان انت لقيتي الجولد بارتكلز ان انت كده الكريم راح عليكي بل بالعكس هي الجولد بارتكلز دي على طول موجوده هو من كتر ما هو فيه كتير مليان ذهب كتير قوي بالظبط فبيتشرب جزء طبعا اللي بيستفيد بيه والجزء الباقي ده بيعالج بقى الطبقات الخارجيه بالظبط بيزيل الخلايا الميته يا يمنى وكمان هو ليه مضاد بنقول عليه مضاد للاكسده فبيحمي البشره من اي شوائب من اي تلوث فبالتالي انا بستفيد منه تماما الكافيار من الحاجات اللي موجوده برده في ماسي مشهور برضو بيه قوي تقولي لي الكافيار كمكون من ال 56 مكون وظيفته ايه بالظبط الكافيار هو مضاد للتجاعيد من الدرجه الاولى يا يمنى الكافيار بيعالج اي تصبغات جلديه الكافيار فيه خير البحر كله غني جدا بمضادات الاكسده فيتامين اي ودي واي احنا عارفين طبعا اهميه الفيتامينز بالنسبه للبشره قد ايه بتدي نضاره وحيويه الكافيار بيقدر انه يعالج التجاعيد تماما يعالج الخطوط التعبيريه اللي هي بتبقى في الطبقه الخارجيه من الجلد الكافيار غني كمان ب الاحماض الامينيه الامينو اسيدز دي مهمه جدا يا يمنى بتدي نضاره وحيويه للبشره بتنور الوش كمان بنقول ان الكافيار غني بالاملاح المعدنيه المينرال سولز هو خارج من البحر فبيبقى فيه خير البحر كله احنا حتى يا يمنى لما بنبقى قدام البحر ونقعد شويه وناخد بنحلو بترجعي بتبصي تخيلي بقى انت بتحطي كل يوم على وشك مرتين في اليوم ماسي دورو جولد فقد ايه بتحلوي قد ايه النضاره والحيويه بتبان جدا على بشرتك فوجود هو في 56 حاجه 56 حاجه بيحلوا اساسا بيحلوا بالظبط كل واحده ومكونات بقى من الشرق والغرب من جميع دول العالم فكوناهم او جمعناهم كلهم تم انتقاء جميع افضل او افضل جميع المكونات بالنسبه للبشره في كريم ماسي دورو جولد فبيدي حيويه للبشره بيغير شكل البشره تماما يا يوم تعليقا على الذهب احنا دايما بنقول ان ماسي دورو جولد الناس كلها مسميه كريم الذهب لان هو بيحتوي على جزيئات الذهب عيار 23 يعني هو لا ميه ذهب ولا ماسك ذهب جوه كل عبوه يا يوم من ماسي دورو جولد في السيرتيفيكت او شهاده الضمان من المصنع في ايطاليا ان هو متصنع من جزيئات الذهب عيار 23 ودايما بنقول لكل الساده العملاء ان ماسي دورو جولد متصنع فروم اي تو زد في ايطاليا يعني التصنيع كله تم في ايطاليا الباكجينج التعبئه تمت في ايطاليا المواد الخام ال 56 مكون في منهم من ايطاليا في من الهند في من بصي من جميع دول العالم مكونينه في ماسي دورو جولد وكمان هو مرخص من جهات كتير يا دكتورة حنان عشان في ناس كتير تقولك النتيجة بتاعته بالظبط مضمونه ولا مش مضمونه احنا دايما بنقول مفيش اي حد يا يمنى يستخدم اي كريم على وشه او على جسمه غير لازم يبقى مصرح من وزاره الصحه المصريه ما بالك ان ماسي دورو جولد حصل على ثلاث تصريحات من ثلاث دول مختلفه من ثلاث جهات مختلفه اول تصريح هو تصريح وزاره الصحه المصريه ذا ايجيبشن مانستري اوف هيلث ثاني تصريح حكومه دبي وثالث تصريح دول الاتحاد الاوروبي فكلهم كل التصاريح دي ادوها لماسي دورو جولد انه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج التجاعيد في علاج جميع عيوب البشرة طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات Maisy Dora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maisy Dora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin.
The Messy Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Messy Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Messy Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Messy Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Messy Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. Messy Doro Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Messy Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، شفنا في التقرير ليكوا فروع كتير مش بس موجودين في مصر. تقولي لي الفروع بتاعتكم فين؟ طبعا احنا عارفين ان ماسي دورو جولد هو منتج ايطالي 100%، فاحنا المقر الرئيسي للشركه هو ماسي فارم ايطالي، ده موجود في ايطاليا. طبعا عندنا ماسي فارم ايجيبت، ده موجود مقره طبعا في القاهره، وعندنا فرعين كمان يا يمنى في دبي اللي هو ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل، دي في دبي الامارات، وعندنا ماسي فارم جولف اللي هي مقرها برضو في جبل علي دبي الامارات. وان شاء الله باذن الله قريب جدا هيبقى عندنا في امريكا، هيبقى ان شاء الله في مقرها في فيلادلفيا باذن الله. يعني اي حد عايز يحصل على ماسي بيبقى بسهوله. بالظبط، بسهوله جدا. هو بيبقى من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. احنا عندنا ارقام خاصه بالقاهره ومحافظاتها او محافظات مصر كلها، عندنا ارقام خاصه بدبي، وعندنا كمان ارقام خاصه بجميع انحاء العالم اللي هي خارج مصر. وطبعا عندنا صفحات كتير على السوشيال ميديا، كل ما هو ماسي دورو جولد يقدر ان هو يطلبه من خلال السوشيال ميديا بشكل امن جدا، هيوصل له هو المنتج. دكتورة حنان، ماسي هو ازازة واحدة بتحتوي على حاجات كتير قوي، 56 يعني مكون. غير ال 56 مكون، هي بتقدر ان هي تغنينا عن ان احنا نستخدم حاجات تانية. صح. يعني ممكن يكون لعنينا كنا بنستخدم حاجة. صح. لمعرفش ايه كنا بنستخدم حاجة. هي فيها كل يعني مش كذا حاجة، يعني هي كذا حاجة في حاجة واحدة بس. مظبوط، هو فعلا كذا، يعني هي بتغني تماما عن كذا حاجة. اول حاجة تغنينا عن كريم النهار اللي هو الدي كريم، تغنينا عن كريم الليل، تغنينا عن كريم اللي هو تحت العين عشان بيعالج الهالات، تغنينا عن اللوشن اللي هو البيز اللي بيبقى قبل الميك اب، لانه بحط ماسي دور جولد قبل الميك اب بحمي تماما بشرتي من الاثار الضاره لمستحضرات التجميل. فانا كده يا يمنى استخدمت ماسي دورو جولد بدل منتجات كتيره قوي. ماسي دورو جولد ممكن بيغنينا عن كريم التجاعيد، طبعا بيغنينا كمان عن اللي هي الصن بلوك او واقي الشمس، لان في ماده اسمها تيتانيوم دايوكسيد، دي ماده بتحجب اشعه الشمس الالترا فايلوت ريز عن جلدنا، فبقدر ان انا احمي جلدي من الاثار الضاره لاشعه الشمس. فماسي دورو جولد هو منتج واحد بيغنيني عن استخدام منتجات كتيره جدا ممكن ادفع فيها فلوس كتيره قوي يبقى فيها مجهود ووقت ان انا بفضل احط كريم ده وكريم ده وكريم ده. لا، ماسي دورو جولد هي نص دقيقه الصبح ونص دقيقه بالليل، او بالليل للناس اللي بتحب نستخدمه بالليل بس، بيديني العنايه الكامله لبشرتي وبيوفر في وقتي وفي المجهود. طيب بالنسبه للناس بتوع البوتوكس والفيلر اللي يحبوا يحقنوا بوتوكس وفيلر، دايما يعني ايه بيسالوا كتير بصراحه، نستخدم ماسي وما نحقنش بوتوكس وفيلر، ولا نحقن بوتوكس وفيلر مع ماسي؟ مش هيتعارضوا مع بعض الاثنين؟ تمام، بيبقى عندهم اسئله كتير. احنا طبعا هنتكلم. طيب احنا مثلا بالنسبه للناس اللي بتحب تحقن فيلر وبوتوكس، فكره انا هحقن فيلر وبوتوكس حلو قوي ان انا استخدم ماسي دورو جولد، لان ماسي دورو جولد بيعزز تاثير الفيلر والبوتوكس. احنا الفيلر والبوتوكس بيقعد 6 شهور، لا، ماسي دورو جولد يخليه يقعد معاكي فتره اطول.
انت كل يوم بتدي للبشره بتاعتك، لان ماسي دورو جولد فيه الكولاجين وفيه الهايلورونيك اسيد اللي هي ماده الفيلر. يعني هو بيحتوي كمان على ماده الفيلر. طبعا بيحتوي على ماده الفيلر، فانا بعززه ان انا كل يوم الصبح وبالليل بحط ماسي دورو جولد. بالنسبه بس للناس اللي مش عايزه او مش حابه ان هي تحقن فيلر وبوتوكس، اللي بس مجرد لو عندهم تجاعيد بسيطه او خطوط تعبيريه يستخدمون لمده 6 شهور. لو تجاعيد عميقه شويه نستخدمه لمده سنه. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده دكتوره حنان الحسيني ودكتوره دينا نجيب. احنا حلقتنا خلصت، شوفونا يوميا الساعه 3 عصرا، والقعده بتبقى 8 صباحا، والاسئله والاستفسارات ممكن تقدروا تبعتوها لي على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك اللي ظاهره لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. ان شاء الله يعني اجاوب على معظم الاسئله لانها بتبقى كتير جدا. اليوتيوب الحلقات كلها بتنزل عليه. اتمنى نكون ضيوف خفاف دايما على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يومنا طولان، سلام عليكم.